صباح الفل على اهلي وناسي وحبايبي واخواتي واولادي والدول العربيه كلها. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجه حلوه. وحشتوني يا حبايب قلبي من فيديو لفيديو، والله ربنا يخليكم ليا يا قلبي. ان شاء الله جايه لكم بوصفه جديده، مش جديده يعني، هي ايه، الواحد برضو بيبقى في ايام كده ما بيبقاش في باميه، فالباميه دلوقتي رخيصه يا حبايبي والتخزين بتاعها حلو، وهوريكم الباميه. انا كنت ايه والله في مشوار عند ولادي، ربنا يخليك يا حبايبي، ولقيت الباميه دي قدامي ب 10 جنيه، والله والله كمان مره الكيلو ب 10 جنيه، فجبت دول. الراجل اداهم 2 كيلو الا ربع ب 15 جنيه. طب ما انا اولى ان انا ايه اخزنهم واوريكم التخزين ازاي وطريقته وانا بعملها، والله بتقعد من السنه للسنه اهو. بس الراجل كان بيقول لي نقي، انا صراحه يعني انا مش قادره ان انا اوطي، وبنت على قد ايه ما قدرت ايه يعني نقت على قد ما تقدر يعني. وطبعا الباميه دي يا البلدي، البلدي تعرفها ازاي بقى؟ عشان بتشوك، اما كنا بنيجي ايه نجمعها كانت بتيجي احنا نلبس كيس في ايدينا عشان خاطر بت ايه بتيجي في في ايدين. دي بلدي يا حبايبي اهو، دول ب 15 جنيه. بص الطبقين دول اهو والله ب 15 جنيه. هقمعها دلوقتي، انا طبعا ايه غسلناها، طبعا ربنا يخلي لي بنتي يا رب، ايه غسلتها تحت الحنفيه طبعا وخلتها زي الفل طبعا، وسبتها تنشف شويه طبعا، ما بغسلهاش بعد ما امحها، بغسلها الاول وبعد كده امحها، وامحها واكيسها كده ايه واحطها في الفريزر، وقت ما عاوزها الاقيها وتبقى حاجه كانك انت لاقياها وكانها ببلاش، ما فيش ولا ايه ولا ضرامي نفسك ولا تجيبها من سوبر ماركت وتبقى غاليه وحاجه انت مش عارفاها. لكن دي بصوا اهو حاجه رخيصه وحاجه والله العظيم جميله جدا اهو. امحها قدامكم كده بقى اوريكم اهو يا حبايبي. بصوا انا بشيل القمع ده كده اهو، بفتحها منين بقى؟ بفتحها كده اهو. طبعا هي فيها كبيره على صغيره، بس والله جميله جميله جدا. انا جايباها بالليل ودلوقتي احنا بالنار كده، وايه قلت امحها معاكم، قلت اوريكم حبايبي ولادي اهو يا حبايبي، شايفين؟ طبعا انا مش عايزه الفيديو يطول عليكم، هخلصها وارجع لكم تاني اهو يا حبايبي، شايفين اهو. انا بقى ايه عملت كده، قعدت امح شويه طبعا، اسراء معايا وطبعا البنات، كل بنت كده عندها بنت صغيرة كده ايه تدخلها المطبخ عشان تبقى شاطرة اهو يا حبايبي، شايفين؟ وانت بتشتري الحاجة كده فصلي، يقولوا لك بكام؟ قولوا له بكذا يعني فصل معاه، ما تاخديش من اول ايه من اول كلمة كده اهو يا حبايبي. في طبعا ايه بامية بيبقى صغيرة اوي، انا بحبهاش، بحبها معقولة والله، لما بعملها في طاجن كده بتبقى جميلة، بحبها معقولة ما بحبهاش صغيرة اوي، يعني بحبها كده ايه يعني وسط كده. يا بصوا انا والله ما كنت قادره اقف، انا قعدت كده وبنتي ايه قعدت تنقي، وكان طبعا قدام الخضار هناك جميل، الفلفل الاحمر تعمليه هريسه هجيبه ان شاء الله، والله العظيم لقيته يا حبايبي ب 4 جنيه هناك السوق، بسم الله ما شاء الله جميل، قلت ابقى اروح هجيبه يوم واعمله لكم. واللي انتوا عايزينه يا حبايبي اكتبوا له في التعليقات احنا عايزين كذا، اعمل لكم يا نور عيني، ربنا يخليكم يا حبايبي. اه ما ظنش شايفينه ده كده الكبيره، كده الكبيره بعمل فيها ايه بقى، بقسمها كده اهو، الكبيره بقسمها كده 2 كده اهو. طبعا البتاع فيه شوك، بس دي بتبقى بلدي، تعرفي البلدي من التانيه اللي هي فيها شوك، تلاقي بتشوك في ايديكي كده، دي البلدي دي اللي كنا بنزرعها، كان حماية الله يرحمه، نروح نجيب بقى ايه المشنة كده ونملاها بامية وندي للجيران ونطبخ بقى، كانت ايام حلوة والله، ربنا يرحمه ويرحمنا. بس في صغير قد ايه الزهقنة الصغيرة دي، بعملها فول كده بتبقى جميله قوي. خلص يا حبايبي كده عشان ما يطولش عليك وارجع لكم تاني، زهقتكم النهارده
اكيد زهقتوا مني. لا لا طبعا، الفيديو قصير مش طويل. لا ما انا بزهق. لا يا ماما، محدش يقدر يزهق منك. ايه خليك يا سوق، هي اللي كانت عايزة تعمل فيديو، بس قلت لها البتاع ايه فيها شوك كتير، وطبعا عشان بلدي فانا مش عارفه اعمل. امال انا بتشوكني في ايديا ولا اصلا بغسلها؟ والله فعلا، بس هي دي بلدي. شطروا كده، خد حاجة اللي على قدكوا، على قد ايديك يا قلبي، مشي بيتك. تروح اجيب 15 جنيه كده زي ايه، زي خالتك ام محمد. ودي تنفع العزومات يا ماما صح؟ اه، عندك عزومه كده ومش عارفه تعملي ايه، تخرجي من عندك كده تكوني ايه عامله القوطه بقى، ايه عاملاها صلصه كده زي ما بنعملها، وتطلعي وتعملي. حد جالك على غفله كده طلعي من عندك، وايه ضيف جالك، اي حد جالك طلعي كده من الفريزر واعملي حاجه، هتبقى ايه كانها ببلاش. ان شاء الله نبقى نعمل معاكم بقى فيديو ازاي نعملها ان شاء الله. على ايه؟ ما انا عملت ال اعملها انا تاني عادي، لما انت عملتيها انا ماليش دعوه بعملك بقى، انا اعمل حاجه تانية. وكرشه بقى ب20 جنيه، والله العظيم يا جماعه هناك كانت جميله، تتاكل كده نيه. والله جبت منها حاجات هناك، هناك رخيص. اول حاجه بتاعته كويسه، بس انا اللي ما كنتش قادره امشي والله. ان شاء الله برضو ناخد جوله كده في السوق، ان شاء الله اوريك السوق كده واعرفك الاسعار ان شاء الله. يلا معاكم بإسراء بقى، هي اللي ايه، لان انا بقى ما بقدرش امشي. ان شاء الله معايا كل الصحة. حاجة ان شاء الله نشوف. يعني في الاجازة بقى هي ايه، على ما تشوف هنقدم في ايه ان شاء الله كده. ولو عارفين يا حبايبي اي حاجة كده ممكن تكتبولنا في التعليق، ايه اللي هي تعرف المجالات اللي انا عايزة اخشها وكده. وانا ممكن اخش ثانوي عام وكل حاجه، لكن انا مش عايزاه، مش عايز ثانوي عام لاني بيقولوا صعب وكده، فانا مش عارفه اخش اي، اخش ثانوي ولا تجاره ولا صرايه، مش عارفه. بس هو ان شاء الله حبايبي ولادي واخواتي، ففي ناس طبعا عارفين يعني خبر اكتر مني، فاللي عنده اي فكره يقولها لي. خليك ما بيقول لك خشي تمريض، وخلي بصراحه بيقول لي خشي تمريض، مش عارفه بقى. بس لسه برضه احنا ايه بنشاور نفسنا كده، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. يلا الحمد لله على كل حال، ربنا يخليكم لينا يا حبايبي. دعتولا والله، اللايكات بتاعكم كانت جميله، كانت مشجعه هي. اه والله شكرا لكل واحد او اخ او اخت دعولي. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب، وتشفي كل مريض يا رب، بحياة النبي يا رب، يا رب تشفي كل مريض، واللي يكون عايز حاجة ربنا ينولها له يا رب يا رب. اللهم امين. خلصتها اهو، اهو حطيت الايه اللون الشطة دول، لون الشطة دول الحاميين، بحطوه في القلب كل كيس عشان خاطر اما ادقه بايه، اما اجي اسوي فص توم كده صغير واروح حطهم ايه فيه، يبقى عندك كل حاجه، عندك الطبخه كلها جاهزه من كل حاجه. صلوات على النبي. يعني وانت بتقمعيها تشوفي كده لو في حاجه سمرة تشوفيها، لا يكون دوده ولا اي حاجه، لازم ايه تنضفيها، تبقى الحاجه نضيفه يا حبيبتي معاكي، عشان تبقى الحاجه تبقى. بصوا، والفلفل طبعا متحطيه في الكيس، هعبيه قدامكم واوريكم بحطه ازاي. اهو كميه، يعني هجيب تاني بس انا ايه عشان اوريكم بس يا حبايبي، اهو اعبيهم واوريه لكم يا قلبي. اهو يا حبايبي عبيتهم اهو 4 اكياس، بحط كده اهو اهو، ما تخافوش عليه. ده كنا زمان الاول بنعمله ايه، بنخرمه بابره كده ونحطه في البلكونه وينشف ويبقى زي الفل. جماعة الصعيدة واحنا كانت والدتي الله يرحمها كنا نعمله ونخرمه اهو. يا حبيبي هجيب ابرة كده اخرم الهواء، اطلع الهواء منه واربطهم كده، اخلصهم يا حبيبي كلهم كده وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي كمية اهي 4 اكياس اهو اهو، المنظر انتوا شايفينه ده كده، تخزنيه ما تخافيش عليه، لان الشطة اللي فيه ده
بتيجي تدقيه بقى مع فص ثوم وحطيه في مع الباميه، يبقى بسم الله ما شاء الله حاجتك كلها جاهزه وتمام التمام. يلا يا حبايبي، سايباكوا في رعايه الله يا حبايبي، وامن، مع الف سلامه.